بونجور. بونجور بونجور. أسبوع جديد، حماس. شوف عندي جرعة حماس حابة نسيبها في الفيديو هذا. بتعرفوني يعني كنت عاملة جو نجي نعملكم فيديو، والمرة هذه باش نعملكم فيديو بتاع أسبوع كامل. داسي هذا مختلف على السداسي الأول، خاطر حتى الماتيريات مختلفة تماما على المرة الأولى. في بالكم السمستر الأولى السداسي الأول قريت فيه كارديو أورتو وبنمو، السمستر هذه عندي إيماتو إنفكسيو ونورو. اول حاجه باش نبدا بها هي ايماتولوجي. كالعاده استاج الصباح، قرايه العشيه في الجامعه، وفي الليل نروحو نعملو ريفيزيون. كل مره نبدلو جان نمشيو نعملو خرجه. كل اسبوع هذا اول اسبوع عندي تي بي بكتيريو في الكليه، دونك والتي بي هذا يجي الصباح في نفس وقت الاستاج، دونك ما نجمش نمشي للتدريب الصباح. دونك تو باش نمشي باش نبدل حوايجي في نفسها ونمشي للتي بي بكتيريو. اوكي يلا. ديما عندي مشكلة مع مفتاح بيتي، ديما معطلني مفتاح بيتي، مش عارفة. كان أحضر بكري وصحابي يقولي شبيك الجيم أخر، صحيح يعني نقعد معناها نشطح على غني، أما ملقيتش المفتاح. هو 10 درجين وتي بي يبدا 10 عرض. النص الحاجة الباهية في الكلية متاعنا انها قريبة على السكنة، دونك ما نمشي على رجلي خير. فترة الخرانية تلمع نمشي مع صاحبتي في كرهبتها نبخل، عرفتو ديما تتعدى لي كنمشي معاها، حتى رحنا نركب القادة ونقرا وناكل وكهو. باي ذا واي ريتها ماكلت الريفيزيون هيك كلها، ولات 61 اللي كنت 56 ولا 57. لازم كل مرة نحرك رجلي شوي ما فيها بس. كان تشوفي شنو صار لي، نسيت الطبلية بتاعي، نسيت طبليتي في الدار، والبروف قال لي ما ندخلكش من غير طبلية، مشيت جيب الطبلية بتاع صاحبتي شوفوا قداش هشكرها. Si c'est à partir de l'osmolite gélosée, il faut mettre un peu d'eau physiologique sur laquelle on va étaler l'autonomie. Voilà. الغنية هذي عبتها المعبود ربي، مش عارفة كيفاش نفحت بها، سمعت لصحابي الكل عيفتهم فيها. حبك يا روح الروح باش كمين وتعبني سابقة تعبني، يا ما نصحتك وقلت لك كانك تحبني، ابعد عني الشر يا عمري وغني.
نسيتكش بكري اليوم قولي قولي هاي صاحبتي اسمونا راس ليمونة تعرفها هكاك الفلوق اللي فيه ما تفضلتش حصلو واليوم جيت قبلها ديما ذل فيها خاطرني نجي انا الاخرانية وما تحبش تجيني راه على خاطرني تقولي انت تجي مخر انا مسكينه ديما تجينا انا باش يكون في بالكم وتحلي في الاغنيه والله جيت من حلك بكري وانا عاد بكري راح نحليها لك في جوها اغنيه الانجليش في انجليش فاني ودان دان اللي داني دان هذه نتائج تجارب اللي عملناهم أمس أو كحتى متاع أصحابي الكل تعرفوا اكثر حاجتين نحبهم مش الماء الباستا والبيتزا الباستا ديما نحب نطيبها وحدي بيتزا بيان سور نشريها من برا خير الباستا عندي سيفت باستا يا جماعه نوت كومو لنشهيكم توري باب الاخرى دهش بالمرقيق يم 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 هذه الفتاة الخانية النافحة بستيل الكوريين والصينيين والجابونيين ولا اللي هم ناكل ياسر بالأعواد وضعتهم لي أختي الصغيرة والله يجيبوا الشهية الماكلة بتاعتك الباستا والمقرونة والفازتاك شو سخونة بنينة عليك عيون سحرها خلاب والقلب هداب مداري عيني هيك عليك عيون بتاخدني اوام خذيت بوز نتفرج في حلقة من مسلسل تركي نتابع فيه الفترة هذه اسمه مراشلي ياسر محلاه كل اكشن وفازات بالله أشقالكم في الروتين هذا روتين ولا مش روتين ساعة نفد راني بالرسم نفد ما عندي ما نعمل معناه لازم نقرأ لروحي سينو تتكدس عليها الدنيا ما عملت بوست فرشت في المسلسل من بكري وكنت بعد صاحباتي مش عارفة تسمو في حسهم ولا ديجا يضحكوا بنزيد شوية بنمشي بحذاهم نعمل عليهم طلع نشوفهم مش يعملوا بما انه تيبي يبدا العشرة ديما نحاول نقوم بكري شوي نستغل هيك الساعة ساعتين قبل التيبي في مجدني ياسمين تعمل فلوق انا في بالي تحكي يا جنرال باش تعمل فلوق معناها تعمل هكا تفتحت الكاميرا نتاعها وتقول اصلي ما الناس الكل حبيت نقول لكم انا اللي قعدت لي ياسمين الصباح ونعمل هكا خش ساج ساج كنا نحكي بحكاية اخرى كومبليت نهار ما تم كيف تيق شعر الكل بعثوا لك اصلي ما الناس الكل نفس العبد داني داني وهاويلو مشكلني حبك يا روح الروحي مشكلني تك معايا الحسة دي اتعبني يا مالا صحتك وقلت لك ايه
واحد حتى بدل شوية جو اللي خرجت معاه كي اختي والاخرى صاحبتي. والله واحد ديما به البوز يعمل بوز على القرايه ويرجع فيسا ولازم ينوض توا حضر خطر عضو عندي تيست بكتيريو عدت عليه نوت دونك لازم ينوض نحضر توا ديجا 6:30 لازم نبدا نحضر وكل صافا 4 سوايع من هني مش عارفه قد ايه خلينا نمشي نبدل حوايجي ونوض نقرا. Staffy le coq. Horus, voilà, Horus, Horus. Staffy le coq, Horus. Ou qu'un a négatif. شموسة اليوم ما جتنيش ياسمونة راس ليمونة ومعاش بكري خطر أمس قعدت نتفرج في المسلسل 3 متاع صباح اسمه الطبيب المعجزة تعرفوني نحب على الأخر دوك بنيوش ناخد تاكسي إن شاء الله نلقى. لدي دي زاكلوتيني ماركي بار دي دولور اوسوس. هيلو شمس شموسه حصيلو عندي قداش ماني قلت لكم ناكل ونرقد ونقرا وكهو دونك اليوم قلت باش ندير في قلبي وباش نمشي نهبط عندنا استاد في المبيت الجامعي لو جمعناها نجري فيه وكل قلت خلنا نحرق شويه شحم يا اخي قررت فما اولويات في الدنيا هذه ما شاء الله نهار لحد نعمل فوتين خضر مع الجفاء. وصاني وقال لي حبيبك ما تنساه هزينا ما درتي فينا أنا وقلبي Thank you.
اليوم عندي مهمة. أختي خرجت نوفيل كوليكسيون تاع لي روب دو مارياج، مشيت معاها أنا والبنات لبنزرت باش نعملو شوتينغ باش نعاونوها. تو نحط لكم اليوم تاع الانستغرام تاعهم لوطا. شوفوا الروب اللي بنعملو بهم الشوتينغ من تالي، هما قاعدوا في الحجامة وانا مشيت نجيب لهم في الروب. رجعنا وتعبت، مش نورمال مش نورمال مش نورمال مش نورمال، ونسمة البحر هيك ترقد وتعبت. اما كيف رجعت قلت ما يجيش يتعدى نهاري من غير ما نقرا فيه حتى شيء. حصل وروحت قريت شويه، مش حكايه كبيره، برسمي تعبه مش نورمال. صباح الخير، صباح النور. بصراحه النهار هذا مانيش نشطه برشا، رجع لي تعب الكل. كلمت بتختي صغرونا بدلت لي المود. محلي شوفوا قديش عسل، تعطيني نشرب عصير. بونجور، وينكم؟ مش عاملين في بالكم هذا اخر نهار باش نصور لكم في الاسبوع هذا؟ تعرفوا تصدقوا ولا استنست بكم، استنست نعمل اي حكايه لازم نصورها لكم. ديما نقول عندي الفلوج بتاع اسبوع كامل لازم نصور لهم الفازه هذه، نصور لهم الفازه هذه، ولازم يشوفوا الفازه هذه، لازم امان. ربيت عليكم الكبده. كبدتي وليت كبدتي. والله فرحانه اني صورت لكم الفيديو هذا، على خاطر الاسبوع هذا كان كحافل برشا حاجات، عملت برشا حكايات، قريت برشا حاجات. الفيديو هذا كان البيت نتاعه اني نوري لكم ان اي انسان مهما كان طالب طب في بكالوريا، اي طالب علم من الاخر، معناها تنجم تعمل اكيليبر، تنجم تقرا وتعيش حياتك في نفس الوقت من غير اي ضغوطات، مش ما تظلموا حتى جزء في حياتكم، خاطر القرايه مهمه وهيك مستقبلنا وهيك على شو نخدموا كل شيء. اما زاد حتى نفسيتنا، المورال نتاعنا، صحتنا، زاد عندها علينا حق، راهو عطوا حق لكل شيء، بالرسمي اعطوا حق لكل شيء. اني كيف نوصل من نقرا 3 أيام على بعضهم نون ستوب، برسمي نتعب مش نورمال، ونفسيتي تنهار ونفد ونقول خي ما عادش عندي نكمل. هاك علاش كي تفدوا برسمي تفدوا توصل معاكم للتوب، امشوا بدلوا البلاصه، خرجوا شويه مع اصحابكم، حتى البلاصه اللي تقروا فيها بدلاها. شفتوا انا حتى الديكور نتاع البيت بدلته، دونك سي سا. هيك نكون وصلنا لاخر الفلوغ، ان شاء الله يكون عجبكم يا ربي. فرحانه برشا صورت لكم، ونخمم نعملكم مره اخرى هيك فيديو اخر كي نبدا في تدريب في مستشفى اخر، نعملكم فلوغ هيك في نفس الشكل هذا. كان عجبكم قولوا لي في الكومنتات واعطوني افكار فيديوهات اخرين. والله تعبت، ما عادش فيا توا الساعتين غير 4، وغدوة عندي ديجا تدريب في المستشفى الصباح، لازم نوض بكري. ان شاء الله يا ربي نكون شجعتكم اكثر على القرايه، وريت لكم كيفاش التنظيم يكون حاصلو. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك، وتجيوا مع اصحابكم كان عجبكم الفلوغ. باش نخلي لكم زاده اليوم تاع الانستغرام تاعي لوطا في صندوق الوصف، خطر برشا تقروا معايا بالفيديوهات وتهبطوا في الفيديوهات على ستورياتكم. محلاكم محلاكم محلاكم. انيوي املي سود، نحبكم برشا 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 برشا، ونشوفكم امتى في الفيديو الجاي. باي.